بعض الإخوة يشاهدون المباريات، فربما منعهم ذلك من حضور مجالس العلم. الله المستعان، الله المستعان، هدانا الله وإياه، هدانا الله وإياه. الله سبحانه وتعالى يهدي الناس جميعا ويأخذ بقلوبهم إلى طريقه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث مخرج في الصحيح وغيره، إن الله تعالى ملائكة يطوفون بالطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يجلسون مجلس ذكر أتوا إليه فحفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا. وفي هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته ماذا يطلبون، ماذا يرجون؟ يرجون الجنة ويخافون النار. فيقول الله تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللي هم مين؟ الذين يجلسون في مجالس الذكر والعلم. يعني مجلس هذا مجلس الذكر، وليس المقصود بالذكر التمايل والتراقص، فالتمايل والتراقص ليس مال الذكر، ولكنه مجلس لهو ولعب. فالذكر هو ضد الغفلة، الذكر ضد الغفلة، وكل مجلس اجتمع فيه قلبك فهو مجلس ذكر، سواء اجتمع على القرآن أو اجتمع على الفقه أو اجتمع على التفسير أو اجتمع على مصالح المسلمين. يعني ممكن نقعد قاعدة كده نفكر في المشاكل التي تقع بالأمة وكيف يمكن إنقاذ الأمة من هذه المشاكل. يبقى المجلس ده اسمه مجلس ايه؟ مجلس ذكر، مجلس ذكر. فيقول ملك من الملائكة ربي إن فيهم فلانا ليس منهم، ليس منهم. وفي لفظ إنما أتى لحاجة. المجلس ده كان واحد نجار والباب عندنا وقع، فأنا عاوز النجار. رحت البيت قالوا لي هو في الجامع هناك، فالشيخ هناك بيلقي درس علم والراجل النجار قاعد يسمع مجلس العلم. أنا عاوز النجار، بعمل إيه؟ أقعد في المجلس. يبقى أنا قاعد في المجلس مش من أجل العلم، عشان إيه؟ عشان النجار، وأنا ماشي أخده في إيدي. فيقول ملك إن فيهم فلان ليس منهم، وفي لفظ آخر إنما أتى لحاجة. فيقول الله تبارك وتعالى وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جلسه. ده مجلس العلم. تسيب هذا المجلس الذي تشهد الملائكة ويعلم الله عز وجل، تتنزل عليه سكنات وتحفوه الرحمات وتكون به البركات، تسيب هذا المجلس عشان تقعد قدام التلفزيون المكسيك مع سكة الحديد يلعبوا مع بعض؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ الله المستعان.